السلام عليكم الاخوه. دابا غادي نشوفوا واحد الثغره كاينه في الوين غاغي، اللي نحاولوا نستغلوها باش نديروا بها شي حاجه. العنوان ديال الثغره هو سي في اي 2023 38831. هاد دابا اجي نشوفوا بعدا شنو كدير بعدا هاد الثغره هادي. دابا شنو البلان ديال هاد السي في اي هذا او الثغره هادي؟ دابا بنادم كيحل الوين غاغ هادي، فهمتيني؟ كيحل الوين غاغ هادي، كيجي كيفتح بي دي اف، ياك هو بي دي اف تفتح ليه شي بي دي اف باش كون بير تو بير الكترونيك كاش سيستم. مزيان زوين، شحال زوينه، ولكن كيبقى الكالكيوليتريس اللي مفتوحه معاه. كيفاش تفتح هذا الكالكيوليتريس؟ كيفاش تفتح؟ هو هذا الملف هذا اللي عنده نفس السميه، ملف عنده نفس السميه، داخل فيه واحد الكوموند هانجي دوت سي ام دي، ولكن عندها نفس السميه غير بيناتهم اسباس دوت سي ام دي. الا حليت هاد دوت سي ام دي مشينا ودرنا ليه موديفاي اديت مثلا، شنو غنلقاو؟ غنلقاو كالكيلاتريس دوت اكس اي اند كلاسيفايد دوكيمنت دوت بي دي اف. يعني هذا ترونا كلاسيفايد دوكيمنت دوت بي دي اف درون، ولكن قبلو ترونا كالكيوليشن دوت اكس اي. هادشي غير تحلات كالك دوت اي اكس اي، كون تحلت شي حاجه ماليشيز يعني صعيبه، يعني كتخسر الويندوز او كدير ريفرس شير ولا شي حاجه خطيره ولا ماشي خطيره. هنا عندنا واحد سكريبت بايثون هو اللي غادي يدير لنا داكشي اوتوماتيك، فهمتيني؟ انت غتعطيه غير البيج، يعني مثلا داك البي دي اف، غتعطي سكريبت نيم الماليشيز سكريبت اللي غادي يرون لنا مثلا الكالكولاتريس، وغتعطي اوتبوت هو غادي يخرج ارشيفي داكشي. مزيان. دابا شوف هنا، يعني دابا عندنا ثلاثة ديال الارجيومنت، ياك ثلاثة الارجيومنت. الارجيومنت الاول بيت في السكريبت في الاوتبوت، مزيان. ولكن هو شنو كيدير لداخل؟ شنو كيدير؟ كيشد داكشي اللي شد البيت، ياك شد البيت اللي هو البي دي اف، كيشدو كيرتب البايتس ديالو، يعني كيدير سبليت، المهم كيرجعهم بايتس. المهم لما ندخلوا التفاصيل ديال السكريبت كيعدل على الكونتنت بداكشي اللي قلت لكم، يعني اسباس سميه كيحط في الوين غاغ يحط. المهم دابا واجي نخدمو بالسكريبت، صافي هادشي اللي بغينا. دابا نخدمو بالسكريبت، نضربو على السكريبت هذا كلوز ويزاوت سايفين لا سيف. هنا غادي نفتحو اوبن تيرمينال هير، اوكي نزيدو هنا بايثون 3 CVE جين دوت باي، مزيان. ولكن مازال ما كاينش الكونتنت ديال هنا. غادي نكرييو مثلا كريت دوكيمنت، مثلا ريد مثلا دوت تي اكس تي، هاد ريد هذا ات امبورتنت مثلا شحال بحال هكا. هادشي اللي غادي نديرو، نمشيو لجين دوت باي، نعطيوه ريد دوت تي اكس تي اول حاجة. تاني حاجة هو مثلا رن دوت باتش. تالت حاجة هو كومباكت دوت رار مثلا بحال هكا. دابا بقى لنا غنكري رون دوت بات، مثلا رون دوت بات كريت جي اديت، ياك جي اديت. غادي نمشيو عندنا واحد لوك اب، غادي نشدو هادي كاملة كوبي بحال هكا، فرونت دوت بات مزيان بحال هكا. ولكن غنعدلو شي حاجة، يعني شنو غنمشيو نديرو؟ نمشيو ل فيلين
ياك ندير له رون فينين وندير له جينيريت بايلود كتساوي ويندوز دوت هواكس شيل دوت باور شيل اكس ياك غادي نمشيو عاوتاني سيدي دول لودز نديرو ان كروك نديرو اش تي تي بي ولا ايه مزيان هادي ولا هادي اضمن هكا نتسناو حتى تكونيكتا هي حق عطانا اللينك ندير غير كوبي سيليكشن نجي هنا غادي نحط هنا بحال هكا هنا غادي نجي هاد الفيلن هذا احنا خاطينا هذا مثلا لينك بلاتش شنو قلنا الهوست نسينا ما عطينا الهوست مثلا علاش حنا داكشي عندنا حنا ولكن حنا بغينا هادي نقولك شنو بغينا كبرنا بحال هكا غادي نحتاجو نحتاجو هادي نحتاجو هادي هذا هو الاي دي ديال الشيل فهمتيني هذا هو الاي دي ديال الشيل مزيان غنحطوه هنا